مهندس، بس آخر سؤال إذا ممكن. تفضل. مهندس الآد والدروب بالردم والفودم، فكرتها شوي مشوشة عندي، إنه شنو معنات الآد، شنو معنات الدروب، منو اللي يسوي هاي العملية؟ لما تحتاج اد دروب بتحط اد دروب، بتحط لك الكتريكال لاير ماكس بوندر وبتطلع الداتا عليه بس، هاي وبتعمل بالاد لو بالدروب مهندس؟ ايه اقول هاي، هذا هاي العملية بالاد لو بالدروب؟ الاثنين. انت لازم تعمل دروب ولازم تعمل اد. شوف يا باشا، خليني اشرح لك اياها على الرسمه. اي والله مهندس. حاضر. طيب ركز معي، انت عندك هون سيرفيس جايه ورايحه هون، تمام؟ طيب اذا بدك تضيف سيرفيس من هذا السايت هاي بنسميها اد، ولو بدك تنزل سيرفيس من هون هاي تسميها دروب، تمام؟ هاي دروب وهاي اد، تمام؟ بس الدروب كمان في اد والاد في دروب. طب ايش الدروب؟ الدروب اللي هي السيرفيس الجايه من هون هي دروب هون، والسيرفيس الادد من هون هي دروب هون. هذا السايت اسمه اد دروب، حتى لو في سيرفيس واحده نازله بيسموها اد دروب سايت. يعني تخيل انت فعليا في مثلا في منطقه بدك تنقل سيرفيس من نقطه الف لنقطه باء، وماشي على نقطه من نقطه الف لنقطه جيم، خلينا نقول هاي اي بي سي، عندك سيرفيس بنك مربوط في بنك، اوكي حلو ماشي يا علي. ايه مهندس وياك. طيب اجيت انا بنك تاني قلت لك اسمع انا بدي اياك تنقل لي سيرفيس من هون لهون، هذا صار اسمه اد دروب سايت. ليش؟ لانه انا بدي سيرفيس انقلها من هون لهون فهي دروب، وبدي كمان نفس السيرفيس يكون في عندي اب لينك وداون لينك فهي اد دروب سايت. يعني مهندس افهم من عندك انه هي عمليات ابلود وداونلود؟ يس، ابلود داونلود للسايت هذا، مثلا هذا بنك الف ومتوصل في بنك الف، وهذا بنك باء ومتوصل في بنك باء. يعني مجرد انا اضبط مسارات البيانات اللي تروح واللي تجي. بس هذا شغلك الاوبتيكال ترانسميشن، انت لا تقعد تتفلسف لي ولا تحط لي، انت بس بدك تودي تودي سيرفيس من نقطه لنقطه بس، هاي شغلتك في دبليو دي اب. تخيل انت كل الشغل هذا قاعدين نسويه عشان نودي سيرفيس من نقطه الف لنقطه باء، بس كم سيرفيس يا ابراهيم؟ توصل عدد السيرفيس في النتورك لاكثر من 64000 سيرفيس. يعني تمام النتورك مهندس. انا شغال عليها حاليا فيها تقريبا 21000 سيرفيس، في سيرفيس مايجريشن بدنا نعملها من ثيرد بارتي للنتورك انا شغال فيها كمان 21000 سيرفيس، اي 1 42000 سيرفيس، وعندنا اكسبانشن من هون ل 10 سنوات في حدود ال 84000 سيرفيس، يعني تتكلم انت في 121000 سيرفيس او 125000 سيرفيس. وهي السيرفيس بتزيد وبتنزل بناء على حجمها. لما يكون حجمها قليل بتزيد، ولما يكون حجمها كبير بنقص. وعلى فكره لما تتفرج على كل سيرفيس بال 120000 سيرفيس هتلاقيها من نقطه الف لنقطه باء بس. طب ايش هي هاي نقطه الف نقطه باء؟ راوتر لراوتر. ممكن تكون نتورك دي دبليو دي ام مشبوك على نتورك دبليو تبعتي وبوصلها على دي دبليو دي ام عادي، او تي ان سيرفيس، يمكن اس دي اتش سيرفيس عادي، ايثرنت سيرفيس مثلا هون على الاوبتيكال نتورك، ممكن تكون من راوتر لراوتر عن طريق الايثرنت كيبل، نقول هون مايكرويف لمايكرويف. يعني انت هدفك كلك في النتورك هي كل دي دبليو دي ام نتورك عشان توصل من نقطه لنقطه بس، من مجموعة راوترات للراوتر الرئيسي، من الراوتر الرئيسي توديه على أمريكا. That's it. تمام مهندس. بس في نقطة point to point، كل دي دبليو دي ام point to point يعني ما فيها شيء. تمام؟ تمام مهندس. وبهيك بنكون خلصنا فيديو اليوم، بتمنى انكم استفدتوا، ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل شيء جديد، يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.